معظم الناس معرض أنه يمر بتجارب مؤلمة بالحياة، ولكن غالباً الفرق بيكون في ردة الفعل. كيف تغادرك هالظروف؟ هل تغادرك كضحية أم كإنسان ناجي؟ وفي فرق كبير بيناتهم. ومن وجهة نظري الناس بالحياة نوعين، نوع بيقف على الشط بيستنى السفينة التي تيجي لعنده، ونوع تاني بيتعلم السباحة والعوم بالحد الأدنى وبيقفز في البحر ليكون أول شخص بيصل للسفينة. وإنت بس اللي بتقدر تقرر أي نوع منهم حابب تكون. الألم قد يلهم أحياناً، هذا الإشي بآمن فيه، ومعظمنا بينتظر حدوث شيء خارجي في حياته ليبدأ رحلة التغيير، وما بيعطي نفسه الفرصة الكافية ليبدأ رحلة التغيير من داخله ويبحث عن نقاط القوة اللي جواه ويعززها ونقاط الضعف ويتغلب عليها. ما بنظر عليكم لأني كنت واحد من هدول الناس اللي انتظروا حدوث مؤثر خارجي في حياتهم ليبدأوا رحلة التغيير. عام 2017 كان بالنسبة لي عام الفقد، فقدت فيه 3 أشخاص أعزاء على قلبي في فترة أقل من شهرين. دخلت في موجة من العزلة وعدم الإنجاز وشعور باليأس، كان شعور أكبر بكتير من إني أستوعبه شو اللي بيصير حواليا، مش فاهم ولا حاجة. رغم نشأتي في مقبرة إلا إني لولا مرة سألت نفسي شو يعني موت؟ شو يعني فقد؟ كيف فيي أتغلب عليهم؟ كيف فيي أرجع بالزمن؟ ومن هان بدأ يتوارد لذهني مفهوم الأثر، وهان قررت إني أبحث عن طريقة أغير فيها حياتي. في هذاك الوقت كان الملاذ الآمن بالنسبة لي واللي دايماً بأهرب إله قناة سبيستون وشارات البداية الجميلة المفعمة بالحياة اللي كنا نسمعها ونشأنا عليها. وتذكرت مقولة سمعتها: ما دام الأمل طريقاً فسنحيا. وقررت إني أبحث عن الأضواء في آخر النفق، وقررت إني أبدأ رحلة التغيير الإيجابي في حياتي. مع نهاية السنة سمعت عن تدريب بأهل الشباب والقيادات الشباب لتنفيذ مبادرات مجتمعية بتساهم في مساعدة الناس. التحقت في هذا التدريب ولحسن الحظ قمنا بتنفيذ مبادرات في مدارس الثانوية العامة، واستهدفنا الطلبة وقمنا بتعليمهم وتزويدهم ببعض النصائح والإرشادات ليتجاوزوا هذه المرحلة بأفضل النتائج، وعلمناهم مفهوم خرائط العقل الذهنية. انتهت المبادرة وكل الأعضاء كل واحد راح بيته، إلا أنا روحت معايا فكرة كبيرة: محمد، ليش ما تتحول من إنسان بشارك في مبادرة مجتمعية لقائد بفكر بخطط وبنفذ عشرات المبادرات؟ ومن هان بدينا فصل جديد في حكايتنا. حينما كنت في مرحلة الثانوية العامة كنت أبحث عن دليل واضح أثق به يساعدني في تخطي الصعاب، لحسن الحظ لم أجد، فعاهدت نفسي أن أكون هذا الدليل لمن هم بعدي من الطلاب، سند. فريقنا اللي أنشأناه بهدف مساعدة الأقران من الطلبة من مرحلة الثانوية العامة إلى مرحلة ما بعد التخرج، وكان هدفنا نساعدهم بنصائح وإرشادات وتوجيهات كيف تختار التخصص، كيف تدير حياتك الجامعية، كيف تحسن من عاداتك الدراسية، وأيضا في جانب المهارات الناعمة كيفية كتابة السيرة الذاتية، كيفية كتابة رسالة الدافع، وحاجات بتساهم في المنح. وقدرنا نصل لأكثر من 3000 طالب وطالبة خلال أقل من سنتين من مختلف قطاع غزة، وتعاوننا مع جامعات كبيرة، وكانت مبادراتنا تستهدف شغلات الطلبة بحاجة لها. وبعد ما نفذنا مبادرات كتير للطلبة قررنا نوسع دائرة الاستهداف ونضيف شرائح جديدة ضمن الفئات اللي بنستهدفها، وكانت هاي الشرائح من الفئات الهشة، من مرضى اللوكيميا والثلاسيميا وأشخاص من ذوي الإعاقة. ومبادرتنا هالمرة كانت غير، كانت مصنوعة بشكل يدوي. عملنا ورد من الفوم، وعملنا إسوارة من عجينة السيراميك، وكتبنا عليها عبارة ابقى قويا، عشان لما المريض يجي ياخذ جرعة الدواء في الكانيولا يقرأ هاي العبارة ويحس بكمية الحب والمشاعر اللي وضعناها وإحنا بننسج كل خيط في هاي الإسوارة. وأثناء تجهيزنا للمبادرة تلقينا خبر وفاة محاربة اللوكيميا الطالبة ندى التعبان، وقررنا أن نخلد اسمها ونكتبه على كل إسوارة. أنهينا التجهيزات والتنسيقات مع الجهات المختصة ونزلنا بأول زيارة على المستشفى، وكنا سعداء جداً بأنه الشيء اللي كنا بنحلم فيه قدرنا نعمله. وبعد أول زيارة وبعد ما وزعنا هذه الهدايا روحنا على البيت وإحنا متحمسين للزيارة الجاية وللشريحة التالية. ولكن للأسف في نهاية عام 2019 سمعنا لأول مرة عن فيروس كورونا في غزة، وكانت الصدمة. لازم تقفوا
وما تنفذوا المبادرة وما تستكملوها، لأنه الشيء اللي أنتم بتوزعوه شيء مادي وملموس وقابل لنقل المرض، والفئات اللي بتتعاملوا معها فئات هشة ومناعتها ضعيفة، فما بينفع إنك ضلك مكمل في مبادرتك. فبديت أفكر إحنا في أوج العطاء قمة الإنجاز ومنفكر في مبادرات كبيرة، ويجي طارئ صغير زي هيك يأثر علينا؟ لا والله، مش رح نسمح لشيء خارجي يأثر على عطائنا. فقررنا نفكر خارج الصندوق ونحول المبادرات من الشكل التقليدي والميداني لشكلها الافتراضي والأونلاين. وقبل ما أحكي لكم عن هذه المبادرات، خليني أرجع خطوة لورا وأحكي لكم عن حياتي الجامعية. اخترت الهندسة المدني بناء عن حب ورغبة، وسعيت وبذلت مجهود كبير لأدرس هذا التخصص، وكنت متحمس جدا لسوق العمل وكيف أبدأ حياة جديدة مليئة بالأحلام. ولكن مش دائما الأحلام تتقاطع مع الواقع، في هاي المرحلة لازم تكون إنسان ناضج وبتعرف تفكر بقلبك وبعقلك أكثر بكثير من مشاعرك. فقررت أني أخذ خطوة جريئة وأسيب تخصصي وأبحث عن فرصة بديلة تساعدني على تحقيق الرضا الذاتي وتحقيق دخل إيجابي. في هذه المرحلة وقفت أي نشاط في تخصصي وقعدت في البيت وبستنى وبأبحث عن أي فرصة تساعدني أني أصل لهذا الهدف في حياتي. ولكن في هاي المرحلة كنت بأنتظر الدعم النفسي والمعنوي من الناس اللي حواليا، للأسف ما كان موجود. كانت عبارات: محمد أنت درست 5 سنين هندسة ليش؟ عشان تقعد في البيت؟ عشان تشتغل في إشي تاني؟ روح اطلع دور إلا ما تلاقي فرصة. وكلام سلبي كان أكبر بكتير من قدرتي على التحمل من البيئة والمحيط اللي حواليا. وفي لحظة تجلي قررت أني أواجه هدول الأشخاص وأكون جريء وأحكي لهم قديش أنا إنسان مدرك وعندي وعي بقيمة حياتي وقديش أنا إنسان بيعرف يخطط. وحكيت لهم 6 شهور إذا ما كنتش حاصل على فرصة جديدة اتأهلني أصل لشيء في حياتي، أنا راح أشتغل في تخصصي للأبد حتى لو من غير عائد مادي. وبهاي المرحلة انتقلت لتحدي جديد في حياتي، وكنت بأبحث عن أي فرصة تساعدني لأصل لهدفي. وكنت محظوظ جدا في هذاك الوقت وفترة أقل من 6 شهور بإني سمعت عن تدريب في مهارات العمل الحر وتدريب تقني في التعليق الصوتي والتسويق، وقررت إني أتعلم هذول المهارتين، وكنت محظوظ جدا بإني أتقنتهم في فترة أقل من 6 شهور. أثناء تلقية للتدريب كنت أنظر لمدرب مهارات العمل الحر نظرة امتنان: أنت الشخص اللي ساعدني أصل لهدفي، أنت الشخص اللي حمسني وحفزني وشحني بالأمل في وقت أنا كنت فيه بتكاسل وبنظر إني أستسلم. فقررت إني أكون من هدول الناس اللي بيساعدوا الأشخاص من خلال مهارات العمل الحر. نرجع الآن عندما كنا المبادرات الأونلاين. قررت إني أعقد تدريبات في جانب مهارات العمل الحر وأستهدف الأشخاص اللي عندهم مهارة واللي ما عندهم مهارة ليبدأوا حياة جديدة ويشوفوا شباك الأمل اللي تسلل منه النور لإلي يشوفوه بحياتهم ويبدأوا يغيروا حياتهم بشكل عملي. وصل عدد الأشخاص اللي دربتهم بشكل افتراضي أونلاين أكثر من 150 شاب وصبية، وكانت العوائد اللي حققوها أكثر من $15,000 خلال فترة أقل من 6 شهور. وما وقفت عند هذا الرقم، ما بعد انتهاء والجائحة وتخفيف الإجراءات الوقائية قدرت أني أصل لعدد أكبر بكتير وتدريبات وجاهية من خلال مبادرات مجتمعية مجانية أو من خلال جهات تدريب في المجتمع، وقدرت أدرب أكثر من 300 شاب وصبية من أصحاب المهارات ومن غير أصحاب المهارات. إجمالي العوائد اللي حققوها زادت عن $80,000، والرقم الآن بيزيد وبكل لحظة بيزيد. زاد عدد الأشخاص اللي أنا دربتهم عن 300 شاب وصبية، بس الرقم للمتخصص في هذا المجال ممكن يحكي إنه قليل، بس يا عزيزي أكثر من 60% منهم كان ليس من أصحاب المهارات، لا كان مبرمج ولا مصمم ولا مسوق، اشتغلوا كمفرغين محتوى ومفرغين صوت، وأكثر من 80% منهم كانوا من الإناث. ولساتني لليوم بتذكر مقولة فتاة منهم بعد ما انتهى التدريب وحصلت على أول مشروع: محمد شكرا لك، أنت غيرت حياتي، زوجي بسبب جائحة كورونا تم تسريحه من عمله وقعد عن الشغل، وأنا الآن قادرة أسند زوجي وأصرف على البيت. وكانت بالنسبة لي هذه المقولة أكبر بكتير من إني أعبر عنها الآن بشوية حكي. وبعد ظهور الموجة الأولى من كورونا بشهر 3 وأثناء تصفحي لأحد المواقع
وجدت كتيب بيحكي عن التجربة الصينية في مكافحة مرض كوفيد 19 وبيحكي بخاطب الأطباء كيف نتعامل مع المرضى وكيف نتعامل مع الحالات السريرية، ولكن للأسف هذا الكتيب كان متوفر فقط باللغة الإنجليزية. وأنا كشاب فلسطيني وعندي رغبة بإني أرفع اسم فلسطين حول العالم، بديت أفكر بطريقة مختلفة. جماعة الناس في الحياة بيختلفوا، في ناس ممكن تشوف شيء وتمرق عنه وما تفكر فيه، وفي ناس بتفكر لا أنا شو دوري تجاه هذه المشكلة أو هذا الأمر، وبيساهم وبيبدأ أول خطوات التغيير. كنت محظوظ جدا في شهر 3 إني محاط بمجموعة أكثر من رائعة من المترجمين والمصممين وكتاب المحتوى والمدققين اللغويين. عرضت عليهم الفكرة، شباب شو رأيكم نرفع صوت غزة المحجورة من أكثر من 15 سنة بشكل افتراضي وغصب عنها مش بإرادتها، مجبرة ومفروض علينا هذا الحصار، شو رأيكم نوصل صوتنا للعالم ونرفع اسم فلسطين فوق؟ وكنت محظوظ جدا بأنه كل الأشخاص اللي كانوا حواليا وافقوا، وأقل من 3 أيام من العمل الجاد والمتواصل قدرنا نترجم هذا الكتيب للنسخة العربية ونشرناه. وبعد أقل من 3 أيام من تاريخ النشر حصل على أكثر من 10,000 عملية تحميل من حول العالم العربي. والحمد لله قدرنا نرفع اسم فلسطين ونحكي عن غزة من خلال أول صفحات هذا الكتيب. وما كانت من فضل الله آخر تجربة إلي في عالم الكتيبات. أثناء عملي في مجال العمل الحر كنت أركز على هدفي وإني أصل لأعلى مرتبة في أقل وقت ممكن. هذا الأمر للأسف أثر على صحتي النفسية والجسدية، كنت دائماً ما أركز على الهدف وأنسى الاستمتاع في الطريق، وهذا اللي أغلبنا للأسف بيعمله. تعرضت لمعاناة شديدة في صحتي النفسية والجسدية، وقررت إني هذا الألم أجسده لطريقة أساعد فيها أشخاص كتير ما يقعوا في نفس المشكلة. فعرضت الفكرة على أصدقائي، وكنت محظوظ مرة تانية لوجودي بين شريحة أكثر من رائعة من الأطباء اللي قاموا بكتابة كتيب وتصميمه أيضاً بيحكي عن أشهر المشاكل الصحية النفسية والجسدية اللي بتواجه الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال العمل الحر، وكان الكتيب الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي. والحمد لله حصل على مئات عملية التنزيل وما زلنا في مرحلة النشر، وإحنا بحاجة لمساعدتكم. إذا بتعرفوا حد من هدول الأشخاص اللي بيقضوا وقت طويل قدام الحاسوب أو بيشتغلوا في مجال العمل الحر، إحنا بحاجة لمساعدتكم اتوصلوا لهم هذا الكتيب لما يمروا بنفس المعاناة. بالختام، من خلال تجاربي في عالم المبادرات ورحلتي في التغيير وصلت لخطوات أعتقد إنها أساسية في أي رحلة تغيير إيجابي في حياة أي شخص. أول شغلة هي الوعي والإدراك الذاتي، لازم تكون واعي بالمشاكل اللي عندك ونقاط الضعف، ويكون عندك قرار داخلي بالتغيير. التغيير عمروش بيجي من برا يا جماعة، التغيير يبدأ بك، التغيير يبدأ من الداخل. فبعد ما نرفع الوعي والإدراك عنا ونقرر نحدث التغيير، لازم ننظر لخطة التغيير من خلال تخطيط جيد وإعداد لمراحل التغيير. ما تسيب مجال للصدفة أو العشوائية، الحياة واسعة يا جماعة والمتشابهين فيها كتار، وكلنا نفسنا نتغير، كلنا نفسنا نصل لمكان تاني أبعد بكتير، ولكن في شيء مقيدنا. لا، ما في شيء مقيدنا، إحنا لمقيدين أنفسنا. لما بنسمح لهذه الظروف تتغلغل جوانا وتقنعنا إنه إحنا غير كافيين بالشكل المطلوب، إحنا اللي بنخدع أنفسنا. لذلك ابدأ بالأشياء المتوفرة. ما تقول لي رحلة التغيير بدها مليون دولار، لا، رحلة التغيير بتبدأ فيا أنا وإنت وهي وهو. لما نقرر نحدث هذا التغيير رح نحدثه. وآخر شيء يا جماعة، البيئة، أثر البيئة والناس اللي حوالينا. إذا كنت في بيئة غير مشجعة وسلبية، لازم تعتزل هذه البيئة وترجع خطوة للخلف وتنظر حواليك، مين اللي أنا مصاحبهم؟ الصحبة، مين الناس اللي حواليك؟ هدول إلهم أكبر تأثير في حياتك يا جماعة. ولازم تحيط نفسك بأشخاص ملهمين رائعين، عندهم شغف، عندهم قدرة على التغيير، وتقتدي فيهم، لأنه التغيير والشغف معدي وراح تصيبك عدوى الشغف. بس ما تعتزل هدول الأشخاص للأبد، لما تكون أقوى وجاهز إنك تساعدهم ترجع مكانك وبتمدلهم إيد العون وبتنتشلهم من القاع اللي كانوا فيه. أنت التغيير وبإيدك التغيير، لا ظروف ولا معابر ولا سياسة ولا احتلال ولا انقسام ولا أي شيء من هذا يا جماعة بيأثر على رغبتك الحقيقية في التغيير.
وأنا من وجهة نظري خلينا نترجم هذا اللقاء بشكل عملي. إذا متزاعل أنت وحدا أو في حدا أنت بتحبه بس زمان ما عبرت له عن حبك، أو متقاتل مع أهلك، أو في فجوة بينك وبين أي حد، ما تنتظر نداء اليقظة يجي من الخارج. طلع جوالك الآن واكتب رسالة الاعتذار أو رسالة الامتنان. احكي لأمك أنا بحبك، احكي لأبوك قديش إنك فخور إنه أبوك، وما تروح من هان وإنت نفس الإنسان اللي كنت عليه امبارح. حياتك مش لعبة أتاري ومعك ثلاث أرواح تفوز فيها، هي حياة واحدة، يا بتفوز يا بتفوز، ممنوع يكون في أي خيار تاني. لا تحدثني عن التغيير المجتمع الإيجابي، بل دعني أراك تقود هذا التغيير، وثق تماما أني سأتبعك حتى نهاية الطريق. بالنسبة لي هذا شعاري، أنتوا شو بتستنوا؟